فيما يتعلق في أسئلتكم بالنسبة لجلسة يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء الجلسة عادية ستعقد لإقرار القوانين المتعلقة بمواجهة فيروس الكورونا واللي طلبتها الحكومة. أشكر أخواني في اللجنة التشريعية وأشكر موظفو الأمانة أخواننا وأخواتنا أعضاء المكتب الفني اللي تواجدوا اليوم للضرورة فيما يتعلق بإنهاء التشريعات اللي طلبتها الحكومة، قانونين طبعا، أحدهم يتعلق بتعديل في قانون الصحة والإجراءات الوقائية، عبارة عن مشروع قانون زائد اقتراحين مقدمين من مجموعة من النواب. واللجنة الصحية ستعقد اجتماعها بعد قليل، أو يمكن بدأت في الاجتماع صباح هذا اليوم. اللجنة التشريعية انتهت من الموافقة على قانون فيما يتعلق في المواعيد القضائية بصفتها جهة أو لجنة اختصاص، وأيضا وافقت على القوانين المتعلقة بتعديل قانون الصحة بصفتها من ناحية فقط الدستورية والقانونية. التوافق الموجود ما بين النواب تأجيل كافة البنود ما عدا البنود التي لا يمكن تأجيلها والاكتفاء في القوانين المتعلقة في الكورونا. نحترم ونطبق كل إرشادات وإجراءات السلطات الصحية في البلاد. أشكر الأخوة النواب وموظفو الأمانة العامة والإعلاميين والجميع ممن طلب منهم إجراء الفحوصات اليوم.